ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. النهارده هنعمل صينيه تحفه تنفع للغدا بحشوه اقتصاديه، حكايه بجد هتجربوها مش هتبطلوها. شايفين الجمال؟ بصوا حاجه كده من الاخر. شايفين؟ شايفين الحشوة اللي عندي النهاردة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية من الجبن المشكلة. هنا حطيت واحدة من اللانش قطعتها صغير، حتت بسطرمة، قطعة من البسطرمة قطعها صغير، طماطم، فلفل. ممكن تعملي هنا بقى لحمة مفرومة، تعملي صدق، تعملي اي حشوة انت حبيها. انا اخترت الحشوة بواقي التلاجة، الحاجات اللي عندي في التلاجة. طبعا البسطرمة مش متوفرة، ممكن بدلها اللانشون، مفيش لانشون ولا بسطرمة، ممكن طماطم وفلفل وجبنة، يعني المتاح عندك. ببدأ ان انا اقلب كده، وحط رشة من الملح والفلفل الاسود. طبعا الفلفل هنا كمان، الفلفل بتاعنا هنا خشين كده. الحشوة بقت جاهزة عندي، انا جهزتها بالشكل ده. جبت هنا سمبوسك، اي نوع انت حابه استخدميه، انا هستخدم النوع ده معاكم. بفتحه كده، طلعته من الفريزر وسبته يبرد خالص عشان يبقى سهل لما اجي اطلعه فوقه من بعض. طلعت السمبوسك اهو، بصوا بقى فاكت معايا ازاي. هطلع منه جزء، مش هطلع الكمية كلها، هطلع منه جزء. هنا ممكن تستخدمي الجلاش بدل السمبوسك المتاح عندك، واركن الجزء التاني على جنب. هنا اخدت شوية من السمبوسك وهبدأ اني اقطعهم على اتنين بالشكل ده كده، ممكن بالمقص كمان هيسهل عليكي عن السكينة كده. بحطهم بقى قدامي وابدا اخد واحده واحده احشيها. في الاول كده انا حطيت جبنه، هنا مستخدمه جبنه رودس او فيتا، اي نوع انت عايزاه، حاجه بسيطه كده اهو. بعد كده حطيت شويه من الحشوه وببدا اني الف رول اهو بالشكل ده كده اهو. شايفين المنظر؟ الصينيه دهنتها زيت بالشكل ده. انا عايزه السمبوسك تبقى مقرمشه من تحت، لو مش عايزه تبقى مقرمشه ما تدينيش حاجه خالص. وببدا اني ارص على الفتحه بتاعه السمبوسك كده، رصيها بقى بالطول بالعرض زي ما انت عايزه اهو. طيب انا شايفه السمبوسك بيتفتح، ممكن ليها حل؟ اه ليها حل. جبت معلقه من الدقيق، حطيت عليها معلقه من الميه، وشكل كده خليط مش متماسك قوي ومش فاكك قوي، يعني هو كده متماسك معايا شويه، يعني هديله بق ميه كمان كده. ده القوام اللي انا محتاجاه. هجيب بقى كده الخليط ده واخد كده بصبعي واحط كده اهو واقفل اهو. وابدا ارص اهو. شايفين بقى؟ بصوا بقى اترصت مش فكه ازاي. نعمل واحده تانية، حط كده جبنه هنا اختياريه، دي برده زي ما اتفقنا، معلقة من الحشوة اهو كده، والف رولات. اسرع اكلة هتعمليها. باجي في اخر الرول ده كده اهو، باخد كده بصبعي واحط هنا على الطرف وابدأ ان انا اقفل اهو. تقفل معايا بكل سهولة، وارص في الصينية بتاعتي. هعمل الكمية بالطريقة دي وارجع لكم. نعمل شويه صلصه حلوين كده، حطيت شويه زيت وحطيت عليهم ثوم كده بالشكل ده. الناس ما بتعرفش ان الثوم استوى، لا اول ما يطلع ريحه لو فاكهه اتحرق منك ابداي انزلي بالمقادير التانيه. هننزل كده فلفل قطعه بالشكل ده، ما بتحبيش الفلفل ما تحطيش، وكوني مجهزه عصير طماطم وتنزلي بيه. شايفين لون الثوم؟ حطيت عصير الطماطم، هحط بقى ملح وفلفل اسود واسيبها تتسبك. عايز تحطي باكو من الصلصه عادي مفيش مشاكل. انتوا شايفين هنا بقى الصينيه عندي رصيتها كلها بالشكل ده. الصلصه اللي حضرناها هنا خليتها مش تقيله قوي ولا خفيفه قوي، ببدا ان انا اسقي بيها بقى كده اهو الصينيه بتاعتي.
من مغرفة لمغرفتين. بعد ما حطيت كده الصلصة، عندي بقى هنا جبنة، ودي اختيارية ممكن تستغني عنها، برشها كده على الوش وبدخلها بقى الفرن، بسوي من تحت الاول، بعد كده بحطها تحت الشواية تاخد لون. وزي ما انتم شايفين كده ده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، اخدت لون خفيف. عايزة اقول لكم ان انا كمان سيحت معلقة السمنة وحطيتها على الوش علشان حسيت ان هي محتاجة كده تاخد لون حلو وكده. بصوا ده كان فيديو النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدكم، اللي جربها يقول لي رأيه فيها، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة مع نينو.